لماذا لا يوكل السيد الكاظمي قضية خلايا الكاتيوشا والميليشيات اللي هي خارج إطار الدولة للحشد الشعبي؟ أخي الحشد الشعبي احنا نريد منه بس يتبرى من هاي المجاميع اللي تحكي باسمه. هذا ماذا يصير؟ اثنين، هنا السيد الكاظمي يعني قالها إلى صراحة، مثلا قيس الخزعلي قال له غلس حالك حال الوزراء الرؤساء الوزراء الباقين، يعني معقولة منطق دولة هذا يريد يصير؟ أو هذا يعني أنا أشوفه تهديد كامل ومبطن للسيد الكاظمي، بين أنت وحدده هو هم خطابه، قال له أنت عندك مهمة واحدة اللي هي تجري انتخابات، وهذه هي، ولكن هم طلباتهم بأن ينفذون القرار 5 كانون الثاني بإخراج القوات الأمريكية، وحتى يكمل مسلسل ضياع البلد بشكل عام. الحشد الشعبي هناك ولاءات داخله هي منصف يني، هو المفروض هؤلاء والذين يتكلمون باسمه هو المفروض هو اللي طاردهم قبل ما الدوله تطاردهم، وهؤلاء عند مرورهم من السيطرات هم واسلحتهم هم يقولون نحن للحشد الشعبي.